مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج بنغازي اليوم، وتتابعون معنا في حلقة اليوم. استشهاد 2 من مقاتلي مجلس شورى بنغازي في قصف جوي أجنبي، ومحاور القتال في المدينة تشهد هدوءا حذرا على الأرض. في حادثة الليلة الأولى من نوعها، انفجار سيارة مفخخة أمام مستشفى الجلال في بنغازي تخلف 7 قتلى و19 جريحا. وبرنامج بنغازي اليوم يرصد ردود الفعل حول تواصل الحرب في بنغازي بعد التوقيع على اتفاق السفارة المغربية، واستياء على عام على تدخل قبل في الشؤون الداخلية في البلاد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. استشهد 2 من مقاتلي مجلس شورى بنغازي في قصف جوي بطيران أجنبي يوم الأمس بحسب مصدر من مجلس شورى بنغازي. أضاف المصدر أنه أصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة جراء القصف الذي استهدف مواقع مجلس الشورى في منطقة بوصنيب. هذا فيما قتل 3 من ميليشيات الكرامة وجرح 5 آخرون نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة الجوارشة بحسب مصدر من مركز بنغازي الطبي. وللحديث أكثر حول هذه التطورات الميدانية ينضم إلينا عبر سكايب الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي السيد عادل عبد الكافي. أهلا وسهلا بك السيد عادل. طبعا توقفت المواجهات الميدانية في منطقة الجوارشة ليعود الآن السيناريو الذي كان قبل أشهر، وهو قصف الطيران للمناطق التي يسيطر عليها مجلس الشورى. ما الذي يمكن قراءته في ذلك؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذي الكريم ولمشاهدينكم. بداية نترحم على الشيخ نادر العمراني، نسأل الله له الرحمة وأن يتقبله في الشهداء. حقيقة محاولة إسكات صوت الحق ليعلو صوت الباطل، فهذا بإذن الله لن يتحقق من قبل المجرمين وشذاذ الآفاق الذين يسعون إلى القضاء على أصوات العلماء خاصة في ليبيا. وحقيقة هذا العالم لم تفقده ليبيا فقط، ولكن فقدته الأمة الإسلامية، فنسأل الله له الرحمة بإذنه. أما بخصوص سؤالك أستاذ الكريم، نعم، أشرت إلى رجوع الدورة السابقة وهي بخصوص استخدام الطائرات، نظرا إن هي ذراع طولة لعملية الكرامة التي فقدت الكثير من عناصرها، والذي تقريبا تعدى عدد العناصر المفقودين في هذه الحرب أكثر من 12,000 قتيل من قبائل المنطقة الشرقية، ولا زالوا يقدمون أبنائهم قربانا لصنديد الشرق الذي لا زال يستمر في سعيه للقضاء على وتفريغ المنطقة الشرقية من التركيبة الديموغرافية من سن 14 سنة، لم نعد نقول 18 سنة ولكن من 14 سنة إلى سن 30 سنة. طبعا هذه المحاولات هو نفس التكتيك، نفس الأساليب التي يستخدمها، التركيز على الطائرات. عسى أن بهذه السياسة الأرض المحروقة من خلال إلقاء القذائف والمتفجرات على الأرض من خلال رصدهم لبعض المواقع لثوار بنغازي سيتيح الفرصة ويمهد الطريق للتقدم عناصرها على الأرض، ولكن عادة تأتي بالنتائج سلبية، لأن مثلما دائما نؤكد أن ثوار بنغازي ابتكروا أساليب جديدة من خلال المواجهات والاشتباكات على مدار أكثر من 3 أعوام مع عملية الكرامة، فخبروا أساليبهم الخداعية أيضا طريقة الاشتباك، فاستحدثوا أساليب سواء كان الاعتماد على بعض الألغام الأرضية، سواء كان باستدراج عناصر الكرامة إلى بعض المواقع المتقدمة ثم الالتفاف عليهم، أو القيام بعمليات خط لإحداث خسائر في عناصرهم وألياتهم. والآن أتصور التحول الخطير الذي يدور في بنغازي من خلال التفجيرات التي أصبحت تطال المدنيين الأبرياء، ونسأل الله لهم الرحمة حقيقة، ونسأل الله أن يقتص من فاعليه، خاصة الاتهامات أصبحت الآن واضحة للعيان عندما يصدر خليفة حفتر أوامر بالقبض على صلاح بولغيب وفسي أو الفسي
في مدينة بنغازي، أي بمعنى أنه يوجه الاتهامات مباشرة إلى هذه الشخصيات التي وهي التي قامت بعملية التفجير والاغتيالات وعدم استقرار المنطقة متى الشرقية. متى صدر هذا القرار؟ هل تقصد هذه الأيام أم أنك تتحدث عن أمر قديم؟ نعم، لا، صدر هذه الأيام، وتحديدا يوم أمس صدرت هذه الأوامر، واليوم عززها أكثر، وهنالك صراع بدأ يزيد داخل عملية الكرامة وقيادات الكرامة. ناهيك طبعا عن ما أشرنا إليه سابقا، أن عملية الكرامة فقدت سيطرتها من بخصوص غرفة العمليات، لم تعد موحدة، أصبح هنالك عدة غرف عمليات تتحرك كل تشكيلات حسب رؤيتها، تنفذ الأوامر أو ترفض الأوامر أو تتحرك تتقدم تتأخر، إلا بعض القلة من بعض الكتائب التي لا زالت ترى في حفتر هو من يقودها. نعم، ونتوقف هنا سريعا لما ذكرته سيد عبد الكافي. أنا لم أطلع بصراحة على هذا الموضوع إن كان متاحا أم لا، لكن عندما تقول بأن بوفوسي أمر كتيبة أولياء الدم وهي عنصر أساسي من عملية الكرامة، عملية إطلاق الكرامة، وصلاح بولغيب الآخر العقوري، هل هذه المعلومة وصلتك من مصادر خاصة أم أنك شاهدت ورقة تثبت يعني صدور قرار بالقبض عليهما؟ وهذه المعلومة وصلتنا من مصادر ثقة في المنطقة الشرقية، وأتصور أن هنالك في تحويلات جديدة ستحدث في المنطقة الشرقية داخل عملية الكرامة، ستكون لها نتائج إيجابية لاستقرار ليبيا. وهنالك صراع بدأ تسع حلقاته ما بين هذه القيادات، وأشرنا في السابق منذ فترة إلى حدوث اغتيالات ما بين هذه القيادات وهذه العناصر، وسنشهد الأيام القادمة سقوط بعض هذه الرؤوس من عملية كرامة التي بايعت وساعدت وساهمت حقيقة في تدمير بنغازي والمنطقة الشرقية. يعني الآن حضرتك سيد عادل متأكد تماما بأن هناك أمر صدر من حفتر يقضي بالقبض على بولغيب وعلى الفسي، صحيح؟ نعم أستاذي الكريم، وهذا من خلال ما أتانا من أحد المصادر الموثوقة في المنطقة الشرقية، وهذه المصادر سبق أن حقيقة مدتنا ببعض المعلومات الدقيقة، وسنشهد تغيرات بإذن الله خلال الأيام القادمة. طيب أتوقف معك سريعا هنا مع نقطة مهمة سيد عبد الكافي، وهو يعني مسألة عندما شاهدنا تطور الذي جرى في اليومين الماضيين في منطقة القوارشة، قوة حفتر سيطرت على جزء من المنطقة، سيطرت على شارع الشجر، الآن توقفت عن القيام بتقدم ميداني وعادت من جديد للدورة الأولى التي ذكرتها وهي مسألة استهداف الطيران. وإذا عدنا بالتاريخ للأشهر الماضية نلاحظ أن التي سيطر عليها تم السيطرة عليها، توقفت التقدم الميداني ثم عاد التقدم الميداني من جديد وسيطر على منطقة مصنع الإسمنت في محيط القوارشة أعتقد، ومن ثم توقفت من جديد، الآن كانت متوقفة عادت للسيطرة على القوارشة، ويعني نفس الأسلوب في هذه السيطرة. هل يمكن القول أن الآن توقفت القوارشة الاشتباكات، لكن أن مسألة أن قوات حفتر ستحسم المعركة ويعني في قنفودة وفي الحظيرة الجمركية وفي القوارشة بات مسألة وقت عند استخدامها لهذه الاستراتيجية؟ من الناحية العسكرية نقول لو استغلت عملية الكرامة حقيقة هذا التقدم، أستطيع أن أقول أنها ستتمكن من التوسع وزيادة السيطرة، ولكن هنالك عدة عوامل حقيقة لنجاح هذا التوسع والسيطرة. ودعنا نؤكد على نقطة على جزئية السيطرة. السيطرة بمعنى، وهذه دائما ما نوضحها، السيطرة أني أدخل بقواتي بأعداد كبيرة، أضع خطوط دفاعية، أضع آلياتي، أبدأ في التخطيط في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الاقتحام لمواقع متقدمة، وهذا لم يحدث. ناهيك عن الإشكالية الأساسية والتي من ضمن العوامل التي فقدتها عملية الكرامة، فقدت عنصر المباغتة، فقدت الكثير من عناصرها التي تستطيع أن تعتمد عليها في الاقتحامات الأرضية، لأنه أصبح يلجأ، وهذا الكل يتابع هذا الأمر، يلجأ إلى الطائرات لكي تتيح له الممرات. نحن نعلم أن السلاح الجوي نعم أنه يوفر ممرات أو يفتح الممرات أمام القوات على الأرض، ولكن دعنا نركز قليلا على المشهد.
عندما يتم تكثيف الضربات الجوية على مدار شهرين لكي تتقدم القوات على الأرض، وهذا لم يحدث بعد، حتى عندما حدث نرى خسائر كبيرة وقعت في صفوف عملية الكرامة، سواء كان في من قتلى أو جرحى. فهنا يعطينا تأكيد أن التكتيكات التي يستخدمها أو تستخدمها قيادات المحاور هي تكتيكات فاشلة يترتب عليها هزائم وانسحابات. ولكن نعم، نقول لو استفادت عملية الكرامة من هذا التقدم استطيع أن نقول أن هي تستطيع أن تنتقل إلى المرحلة الثانية وتوسيع دائرة تواجدها، ولا أقول دائرة السيطرة. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الكافي المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر السكايب. مشاهدينا الكرام، أرجوكم ابقوا معنا، سنعود لكم بعد قليل لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج بنغازي اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج بنغازي اليوم. أفاد مصدر طبي من المستشفى الجلاء في بنغازي بمقتل 7 مدنيين وإصابة 19 آخرين في انفجار سيارة بالقرب من بوابة المستشفى. أضاف المصدر أن من بين جثث قتلى الانفجار جثتان متفحمتان لم يتم التعرف عليهما حتى هذه اللحظة، وأوضح أن الإصابات متفاوتة الخطورة. وأشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت الأيام الماضية حالات اغتيال وتفجير سيارات مفخخة بعدة مناطق بالمدينة، كان آخرها تفجير بوديزيرة. وفي جانب آخر، لم يكن سيناريو قتل المشايخ والعلماء والمحفظين في بنغازي بعيدا عن ما يحدث في طرابلس، فهناك من يحاول استنساخ نفس المشهد بالمدينة. جر طرابلس نحو سيناريو بنغازي أو هكذا يراد لها، فاستهداف المشايخ والعلماء والمحفظين والقراء كان ولا زال من الملامح الأساسية للمشهد في بنغازي منذ تغلغل ميليشيات الكرامة في شوارع وأحياء المدينة. إلا أن العجيب كان أن هذا الاستهداف لأهل التقى والدين كان يبرر بشعارات ولافتات تدعي الانتساب للدين، فظهرت شخصيات ومجموعات تقود هذه الحملات الممنهجة وتتفاخر باستحلال الدماء وانتهاك الحرمات. إلا هذه المعركة اسمها جيش الشرطة، جيش الشرطة عبارة عن داعم لنا فقط. المعركة هذه من سيقضي على الخوارج هم نحن، هم السلفيين وعامة الناس، لأن السلفيين بعض الناس عندما يرى إنسان ملتحي يقول لك هذا من الخوارج، لكن السلفيين يعرفوا من الخوارج ومن هو على منهج السلفي. فمن الذي يسعى إلى نقل هذا السيناريو المدمر إلى العاصمة طرابلس؟ وما هو دور الجهات الخارجية في هذه الزعزعة؟ ومع الحملات الإعلامية الهوجاء ضد مشايخ ليبيا عامة وعلماء دار الإفتاء الليبية خاصة، وعلى رأسهم بالتحديد المفتي الدكتور الصادق الغرياني الذي ناله النصيب الأكبر من هذه الحملات، هل يمكن اعتبار أن حادثة الشيخ نادر العمراني كانت جسا للنبض من أجل النيل من مزيد الأسماء الأخرى؟ إذا مشاهدين الكرام، حول هذين الموضوعين، التفجير الذي جرى في على بوابة الجلاء وهذا التقرير، نتابعهما مع الشيخ خليل التايب أحد مشايخ ووعاظ مدينة بنغازي. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم الشيخ محمد الشيخ خليل، عذرا. أبدأ معك بالتفجير الذي جرى على في بالقرب من مستشفى الجلاء والذي سقط على إثره مدنيون ومن بينهم طفلة، وربما هناك أطفال يعني امرأة ومدنيين آخرين سقطوا إثر ذلك. أولا، ما الذي يمكن أن نقوله عن هذه الجريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أولا أشكر قناتكم الموقرة في فتح هذا الملف، ونسأل الله عز وجل أن يتغمد القتلى في عليين وأن يرحمهم في رحمته الواسعة.
ونسأل الله عز وجل كذلك أن ينتقم من المجرمين الذين يوغلون في دماء أبنائنا ودماء مشايخنا وعلمائنا في كل مكان في شرق البلاد وغربها. والله لن يهدأ بال الناس الطيبة والأبرياء في الدعاء على هؤلاء المجرمين حتى ينتقم الله عز وجل منهم بإذن الله عز وجل. وأما عن ضحايا في تفجير مستشفى الجلاء فهذه جريمة نكراء لا يفعلها إلا مجرم، يعني انسلخ من إنسانيته وانسلخ من آدميته، فكيف بأبرياء وأطفال من المدارس عند خروجهم من المدرسة أو في سكناتهم تبدأ هذه الخزعبلات وإرعاب الناس؟ ومعروفة منطقة السلماني ومنطقة الجلاء أن يوجد بها كثافة سكانية عالية جدا، وهذه يعني لا يفعلها إلا إنسان سلخ من دينه وإنسانيته وعقله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. طيب شيخ خليل، في هذا الإطار أيضا ربما أتحول هنا إلى الجانب الآخر وما ورد في هذا التقرير بعد حادثة مقتل الشيخ الشهيد نادر العمراني، كثيرون ربطوا هذه الحادثة بما جرى في بنغازي قبل عملية الكرامة من مقتل شيوخ ووعاظ في مدينة بنغازي. إذا قرأنا هنا بنظرة متابعة ونظرة إذا صح التعبير محايدة، ما هي أوجه التشابه بين ما جرى من استهداف للعلماء والوعاظ والمحافظين للقرآن الكريم في مدينة بنغازي وما جرى هنا في مدينة طرابلس من استهداف للشيخ نادر العمران؟ أولا أعزي عائلة الشيخ نادر العمراني وأعزي عائلة جميع الشهداء الذين قتلوا غدرا وغيلة من المشايخ والعلماء وغيرهم من الناس الأبرياء الذين يعني كانت دماؤهم تسفك صباح مساء ولا يحرك لهم ساكنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما عن موضوع المشايخ والعلماء في مدينة بنغازي فكان الأمر مدبر وكان الأمر يعني معد له من قبل هذه المشاكل التي تحصل الآن، فكل من كان مناوئا أو كل من كان يتحدث بعقل أو كل من كان يدعو لحقن الدماء كان مستهدفا في مدينة بنغازي، وكل الناس الذين يعني دخلوا في مشروع المصالحة الوطنية أو ما بين الأطراف المتنازعة أو ما إلى ذلك فعلا كان مستهدفا في مدينة بنغازي. وكثير من المشايخ قتلوا غيلة وغدرا عندما خرجوا من مساجدهم وعندما كانوا يخطبون خطب الجمعة وعندما كانوا يصلون في صلاة العشاء مثلا أو غيرها، فيأتي أحد المجرمين فيقتلهم ويسفك دماءهم أمام المساجد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأما عن نقل هذه الحرب إلى مدينة طرابلس، هذه هي الكارثة العظمى وهذه كارثة كبيرة إن بدأت في مدينة طرابلس، ولا حسبنا الله ونعم الوكيل حقيقة. يعني هذا كلام حضرتك إشارة إلى أن التشابه، يعني مثلا يعني عندما يأتي شخص ويقول بأن الذي جرى اليوم أو جرى هذه الفترة يعني هو الحادثة التي جرت الشيخ نادر العمراني هي مشابه لما جرى في بنغازي، عندما يقول شخص هذا الكلام ما هو الشيء الذي جرى، ما هي أوجه التشابه التي تجعلنا يعني نقول هذا الكلام بالتشابه بين ما جرى في بنغازي وما جرى في طرابلس؟ أخي الكريم، وجه التشابه واضح جدا، لا يريدون كلمة حق ولا يريدون إنسان يصالح أو إنسان يدعو إلى حقن الدماء أو إنسان يتكلم بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة الحقيقي كما أنزله الله عز وجل وكما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان على فهم سلف الأمة. يريدون أن يمرروا مشاريع سياسية تدعمها دول للأسف عربية ترفع شعارات إسلامية ولكنها هي بعيدة كل البعد، لأنها تسفك في دماء أبنائنا وتوغل فيها
إيغالا غريبا عجيبا. أين علماؤهم؟ أين ناسهم؟ أين عقلاؤهم؟ أين أبناؤهم؟ وأبناؤنا اليوم يقتلون بهذه الفتاوى المستوردة والمعلبة للأسف. هو هنا الإشارة هي ربما ليست فتاوى بالشكل الرسمي إذا كنت تتحدث عن المملكة العربية السعودية، إنما هي يعني خرجت من بعض العلماء وليس جميع العلماء في المملكة. عموما دعنا من هذا الجانب، إذا أقرينا فعلا بأن هذا وجه هناك تشابه بين ما جرى في بنغازي وطرابلس، ما الذي يمكن فعله من خطوات حتى يتم الحد من هذه الفتنة التي تجري هنا في طرابلس؟ أول شيء لا بد من احترام العلماء وتقديرهم. وأي إنسان يريد أن يتكلم في العلماء أو يريد أن يطعن فيهم أو أن ينزل من قدرهم، فليعلم الناس ويعلم أهل ليبيا والليبيين أن وراء هذا الإنسان أجندة من الأجندات الخبيثة التي تحركها بعض أدوات الاستخبارات وغيرها. الأمر الثاني، علينا أن نلتحم ونتكاثف ونشد أيدي بعضنا البعض من أجل حقن الدماء. فكل إنسان الآن يرفع بندقيته ويقول لا نريد حقن الدماء، فليعلم الناس أن هذا مجرم ومجرم حرب، ولا يريد أن يبقي في ليبيا شاب ولا رجل إلا ويسفك دمه. والآن نرى حتى الأطفال الصغار والبنات والمدارس يعني بدأوا فيهم حتى هم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب نعم، وربما هنا دعنا نتحدث بصراحة ونتجاوز اللهجة الرسمية هنا ونتحدث بما هو واضح على أرض الواقع. الآن الذين قيل بأنهم استهدفوا المشايخ والوعاظ في بنغازي، والذين قيل بأنهم استهدفوا الشيخ نادر العمراني، يقال ويرد بأن الحجة أن هؤلاء ضالون وأنهم خرجوا عن منهج السنة وخرجوا عن منهج السلف الصالح وأنهم مبتدعون وما إلى ذلك من هذا الكلام. يا سيدي لنفرض أن هذا الكلام صحيح، هل من الناحية الشرعية هكذا يجب التعامل مع ضالين كهؤلاء إذا اعتبرنا أن ذلك صحيح؟ ومن ثم أيضا هناك نقطة، هل من حق أي شخص أن يضع نفسه قاضيا ويحدد هو ويضع لنفسه الحق أن يحدد من هو الصح ومن هو الخطأ، وبالتالي يقتل أو لا يقتل ويحاكم بناء على ما يعتبره هو صحيحا؟ هل ما رأيك في هذا الكلام أخي الكريم؟ إن الإنسان عندما يتكلم في حكم معين يحكم به على إنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر مسلما فقد كفر، أو برواية فقد باء بها أحدهما، يعني أنت عندما تسقط حكم على إنسان إما أن يرجع إليك وإما أن يسقط على الإنسان حقيقة. فنحن اليوم من الذي هو مخول حقيقة بإصدار الأحكام؟ نجد بعض الناس ليس لديهم معرفة علمية ولا معارف شرعية ولا يعني لديه إذن قضائي بحيث أنه يقضي بين الناس، فنجده يكفر هذا ويبدع هذا ويفسق هذا، وهذه أحكام شرعية يا أخي الكريم. هذه أحكام شرعية لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيها أو يتحدث فيها إلا عن علم، وأن يكون أصيل من أساطين العلم الحقيقية، وليس كهؤلاء الذين الآن تعج بهم المساجد وتعج بهم الشوارع وتعج بهم القنوات بحيث يفسقون ويضللون ويخرجون من الملة. إذا كان من مذهبه وفئته وطائفته أدخله الجنة، وإذا كان ليس من فئته ولا من طائفته أدخله النار وأغلق عليه باب التوبة وأغلق عليه باب الجنان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنت لم تجبني على سؤالي بشكل مباشر، وأختم معك هنا سريعا شيخ خليل. الشريعة الإسلامية بمصدريها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل تتيح شرعا التعامل بهذا الشكل إذا اعتبرنا أن ما يقوله هؤلاء يعني الذين استهدفوا المشايخ سواء في بنغازي وطرابلس صحيح، هل الشرع يتيح التعامل بهذا الشكل؟ شرع الله عز وجل واضح وفيه من الأحكام
الأحكام وفيه من الأشياء ما يدل على أنه الإنسان لابد أن يكون هناك إثباتات وشهود وأدلة واضحة ودامغة، ومع ذلك يستتاب الإنسان، فإن تاب تاب الله عليه وربما أطلق سراحه. أما بهذه الطريقة هذه إجرام، هذا إجرام وهذا سفك للدماء بغير وجه حق، وهذه جرائم نكراء يبغضها دين الله عز وجل ويحرمها ويحرم هذه الدماء التي تسفك، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية أخي الكريم. نعم شكرا جزيلا لك الشيخ خليل التايب أحد مشايخ ووعاظ مدينة بنغازي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام أرجوكم ابقوا معنا، سنعود لكم بعد قليل نكمل ما تبقى من هذا البرنامج، برنامج بنغازي اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى هذه الفقرة الأخيرة من برنامج، حيث ينضم إلينا هنا في الاستوديو كالعادة الصحفي عبد الحميد الحصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الحميد، وتفضل ماذا لديك اليوم؟ أهلا بك أنس، تحية طيبة لي وتحية لمشاهدي قناة النبأ في هذا المساء ومن خلال برنامج بنغازي اليوم. اليوم الحقيقة مجهزين فيديو يتحدث عن انفجار بنغازي اللي حدث أمام مستشفى الجلاء. خلينا نشوف الفيديو من طيب. بعد نتابع هذا الفيديو مشاهدينا الكرام. والله يمسح، والله نبو حفتر إنه يمسح كبودة باللي فيها هي والصح. صبايا موت ويلا موت صغار، وين المدارس يا رجل؟ ويلا من المدارس، والله من المدارس. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله المدارس الموقع ماذا موت، حسبي الله حسبي الله. إذا المرأة بقاتل يعني المفروض حتى الناس المدنية ما يتجمعوش بالشكل هذا، هي كل تفجير تتجمع يصير أكثر أضرار. يعني المفروض الناس المدنية هذه كلها تغادر المكان، احتمال رمي ثاني، احتمال تفجير ثاني، يعني الواحد يدير أي احتمال ثاني. المدنية الناس اللي ما لهاش عمل خلينا نشتغلوا عملنا نحن يا سيدي، خلينا نشوفوا الناس اللي المصابة ونشوفوا الأضرار، واللي ما عندهاش عمل يتفاضل يطلع في حوشه بدل ما يصير الضرر أخرى مرة ثانية. ماذا يمكن أن نقوله على هذا الفيديو حمد؟ نعم بالتأكيد في البداية أنس نعزو يعني أهلنا في بنغازي جراء هذا الانفجار، انفجار السيارة اللي أدى إلى مقتل 7 من المواطنين في مدينة بنغازي، وأيضا إصابة حوالي 17 من الناس اللي كانت موجودة في مربع الحادث الذي وقع أمام مستشفى الجلاء وأمام المخبز وأمام المحلات التجارية. للأسف يعني نحن ضد مثل هكذا يعني تصرفات أو هكذا نوع من الاستهداف الذي يعني يستهدف الآمنين، واستهداف الذي يعني يتعرض للمواطن اللي ماشي للمدرسة واللي ماشي للمستشفى أو اللي ماشي ياخذ في طوابير الخبزة في بنغازي. للأسف الشديد يعني بالتأكيد هذه مأساة، يعني وصلنا لمستوى من الاستهداف لبعضنا يعني ما كناش توقعوه في يوم من الأيام، أن فعلا في ليبيا تصبح عراق ثانية، أو تصبح المشاهد اللي كنا نتفرجوا عليهم في العراق انفجار في سوق عام أو في مستشفى أو في تصبح في 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 ليبيا. أنا هنا من خلال هذا الفيديو يعني سمعنا يعني المتجمهرون كانوا يقولوا هاون هو اللي يعني نتيجة هذا الانفجار كان بسبب قذيفة هاون وقعت في هذا المكان. وأعتقد أن أغلب الأماكن التي في أيدي مجلس شورى ثوار بنغازي هي بعيدة كل البعد عن مركز وقوع هذا الانفجار،
وأعتقد أن عدة مرات مجلس الشورى ثوار بنغازي وأنهم هم يعني نفوا بأنهم هم ممكن يستهدفوا الآمنين أو يستهدفوا مواقع يتجمهر فيها المدنيين. أعتقد المستفيد من هذه الفوضى أو هل الاستهداف للآمنين لا زال يعني مش واضح ربما لأهل بنغازي. للأسف تجد من يتحدث أحد المتحدثين في الفيديو قال خلونا زي ما قلت له هم أطفال اليوم في هذا المكان في مستشفى جلال خلينا نمسح قنفودة. شوف ردود الفعل من المواطن البسيط اللي يحلل في هذه الأمور ويعني على طول يربطها بمجلس الشورى ثوار بنغازي أو يربطها بقنفودة أو يربطها بوسط البلاد ولا المواقع اللي موجودة في يد مجلس الشورى ثوار بنغازي. للأسف الشديد تلقى من يحرض يقول لك لا أمسحها، يعني المواطن اللي تو تحدث فهمت قال أمسحه قنفودة، فهمت علي؟ أعتقد ربما يكون المستفيد من هذه الجرائم هو من يريد إقناع الشارع بسرعة الحسم أو بسرعة يعني اجتثاث كل العائلات الموجودة في قنفودة أو في مناطق أخرى أن تستخدم القوة المفرطة في هذه المواقع. للأسف أيضا أنظر للفيديو كثرة تجمهر المدنيين والمواطنين حول السيارات يعني المنفجرة هذه اللي تعرضت للانفجار، ما فيش أي يعني إجراءات احترازية. يعني نجد مثلا عندما تقع انفجارات مثلا في فرنسا ولا في دول الغربية تطوق المنطقة بأشرطة معينة تمنع يعني تجمهر الناس. الآن الناس هي اللي تلقط في تخيل في يعني عبوة ناسفة أو شيء مثلا لم ينفجر بعد ينفجر مرة أخرى، شوف الإصابات وشوف يعني الكارثة اللي هتصير. الدليل أن لا توجد مؤسسات أمنية كما يزعم حفتر ومؤسساته الأمنية في بنغازي. لو كانت فعلا في مؤسسات أمنية ما كان يفترض أن نلاحظ هذا المشهد الفوضى والمواطن. أنا أحيي هذا الرجل الذي يعني أعتقد أنه هو أحد لبس بدلة عسكرية يتحدث قال المواطنين ما لهمش علاقة، يعني ما لهش شغل في الموقع فعليه أن يغادر هذا الموقع خلينا نخدمه. فعلا حقيقة يعني نحن خوفنا على البشر اللي ما زالت على قيد الحياة، يعني ليش تدفع الضريبة بفواتير باهظة؟ وربما هنا إشارة إلى ما ذكرته قبل قليل حميد، إذا الذي قام بهذا التفجير أيا كان مصدره استخباراتي أو مهما كان من الاستفادة المباشرة ستكون ماذا؟ هي اتهام مجلس الشورى بنغازي. نعم هو أنه هو الذي قام بالتفجير. هو يعني تعبئة يعني شحن الشارع. شحن الشارع بشحنة سلبية ضد مجلس الشورى ثوار بنغازي بأنه هو المرتكب لهذه المجزرة وأن عليهم التحرك ضد قنفودة. نعم. وضد طيب. سوق الحوت وضد المناطق اللي تحت سيطرة الثوار في بنغازي. طيب. وبالتأكيد يعني نرى 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 الناس كيف تهتف وكيف تشحن في الشارع على طول قالوا هاون ما هاون ودون ترك الفرصة للمحققين لو كان في فعلا محققين أو الإجراءات القانونية تأخذ مجرى وتحقيق حتى تطوق المنطقة. نعم تطوق المنطقة وتحقق في طيب. فعلا شنو أسباب الحادث. نعم. يعني ننتقل الآن إلى طبعا اليوم نأسف كثير يعني مقتل أو استشهاد الشهيد اغتيال الشهيد نادر العمراني الشيخ نادر العمراني. للأسف الشديد كانت فاجعة يعني على كل الأصعدة، يعني حقيقة يعني الشارع الليبي وفي وسائل التواصل الاجتماعي كانت الفاجعة كبيرة في فقدان الشيخ نادر العمراني. وهنا جمعت لك العديد من التفاعل يعني المدونين والنشطاء والعلماء في هذا الشأن في مقتل أو استشهاد الشيخ نادر العمراني. الشيخ سالم الشيخي عضو رابطة علماء المسلمين كتب تدوينة أيها الأحبة اجتمع على أخيكم المرض والحزن الشديد والمصاب العظيم بفقد أخي الحبيب فضيلة الشيخ نادر العمراني رحمة الله عليه، فأرجو منكم دعوة خالصة، فوالله لساني انعقد وقلمي حجر عن الكتابة، والله المستعان وحسبنا الله ونعم
الوكيل. هذا احد علماء المسلمين يعني الشيخ نادر العمراني. في تغريده ايضا صديق او سعد الدين قال تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا. في نعي للشيخ نادر العمراني. محمد اسماعيل هذا فعل الخوارج الذي قتلوا الخليفه علي وبقروا بطون النساء قتلوهم باسم الله وتقربا لله قاتلهم الله مخزين كلاشن فرغوهن فيه ليش ندار تقتلوا أهل الإسلام وتتركوا أهل الأوثان أين لا إله إلا الله وحرمة لا إله إلا الله ما لنا إلا البكاء والصبر والله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل. الاعترافات طبعا من اللي ارتكبوا هذا الفعل. الشيخ أيضا ونيس المبروك أحد علماء ليبيا وأحد علماء المسلمين مصاب يعقد اللسان ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فكيف بمن عاش في سبيلها وشرح تعليمها وأمضى زهرة شبابها وكهولته معلما للقرآن وعاملا بتعاليمه هنيئا لك فقد اختلط صوت رصاص شرار الخلق بصوتك الأبي وهو يرددها لا إله إلا الله محمد رسول الله ستأتي يوم العرض الأكبر تحاجج هؤلاء الصعاليك ومن صنعهم ومن أفتى لهم فلا نامت أعين الفجار. بلقيس يكفي الشيخ نادر العمراني شرفا أنه نائب رئيس لجنة تعديل القوانين الوضعية لقوانين شرعية أما قاتله فوالله أجهل من حذاء الشيخ وبهذا شرفته أما من تآمر على قتله فهم أحقر طائفة أجهل البشرية. بشير براس علي هكذا فعلهم بالعلماء والدعاء في السرقة في الشرق والغرب فكر وافعال فكر خبيث وافعال اخبث. رحم الله مشايخنا وتقبلهم في الشهداء ومنازل طبعا بعض المشايخ اللي تم اغتيالهم منهم الشهيد نادر العمراني. ماذا يعد مقتل الشيخ وهاب المنصوري؟ نعم. كاتب ماذا بعد مقتل الشيخ نادر نبوا نكملوها بوستات. طيب. حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا جزيلا لك على هذا بعض من التعليقات لأن الوقت بس مش واسع باش نحن فعلا نتطرق لكل ردود الأفعال التي كانت حزينة فعلا ويعني نعت الشيخ نادر العمراني فقيد الأمة الليبية. نعم شكرا جزيلا لك سيد عبد الحميد على كل ما أورته لنا من ردود الفعل حول استشهاد ومقتل الشيخ الشهيد نادر العمراني. مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بنغازي اليوم دمتم في أمان الله. شكرا. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السماك موطني موطني موطني
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا همات في عناك طاهرا عيدك طاهرا